بسم الله الرحمن الرحيم. إبداء الرأي، كل واحد من حضراتكم يبدي رأيه في السؤال اللي أمامه على السبورة. مين يا شباب يتفضل معنا؟ ها، عاوزين متبرعين كده؟ اختار. طيب مهند ناصر اتفضل، ما السؤال؟ أنا عاوز السؤال نفسه، ما السؤال؟ ما السؤال؟ ما حال الناس لو لم يخترع العلماء الأقمار الصناعية؟ ممتاز. ما حال الناس لو لم يخترع العلماء الأقمار الصناعية؟ حاله ما يكون كيف؟ يصبح الاتصالات بين الدول العالم بطيئة وضعيفة. الاتصالات ستكون ضعيفة أو بطيئة. إيه كمان يا أولاد؟ وكل شيء يحتاج أن أراه أذهب إليها. وكل شيء تحتاج أن تراه تذهب إليها، كيف يعني؟ يعني اذا تتحدث عن بث القنوات الفضائيه سيكون قليل، صح كده؟ ايه كمان يا اولاد؟ اتفضل. الاتصالات ستكون قليله او بطيئه او منعدمه. حد عنده اجابه ثانيه؟ عندك اجابه يا عبد الملك؟ شكرا يا شباب، جزاكم الله خير.